هتيجي ناس تقول لك ان ميدو بيستغل البرنامج في ان هو يدافع عن الاسماعيلي. اه بستغل البرنامج ان يدافع عن الاسماعيلي. النادي الاهلي عنده قناه 24 ساعه بتدافع عن حقوق النادي الاهلي، ونادي الزمالك عنده قناه 24 ساعه بتدافع عن حقوق نادي الزمالك، وده حقهم. احنا بقى هنتكلم فين؟ وتاني انت بتقول ان بتقول ان انت بتستغل برنامجك. اه بستغل برنامجي، ومن حق اي مدرب يطلع معايا بديله المساحه او اي مسؤول نادي انه يطلع يدافع عن حقوقه ويتكلم. انت مين فيهم دلوقتي؟ يعني مين اللي بيكلمنا؟ ميدو الاعلامي ولا كابتن ميدو المدير الفني للاسماعيلي؟ طب لو الحلقه دي كانت من شهرين قبل ما تدرب الاسماعيلي، كنت هتقول نفس الكلام؟ كنت هتتكلم بنفس الانفعال ونفس العصبيه اللي انت بتتكلم بيهم دول؟ مش كنت هتدي المقاولين حقه؟ وكنت هتدي لعيبه المقاولين حقها؟ وكنت هتدي شوقي غريب حقه؟ انا ما بقالك ساعتين ثلاثه طالع على الهوا عمال تندب على التحكيم عشان خاطر ما تحسبلكش ضرب الجزاء. هو ده اسمه ايه ده يا كابتن ميدو؟ ده اسمه تضارب مصالح. وبعدين بتقول الاهلي عنده قناه بتدافع عنه 24 ساعه، مع ان بالمناسبه الاهلي ما عندوش قناه، الاهلي عنده 2. هي قون راحت فين؟ والزمالك عنده قناة بتدافع عنه 24 ساعة، بس في الأول وفي الآخر دي اسمها قناة الأهلي ودي اسمها قناة الزمالك، إنما اللي انت عليها مش قناة الإسماعيلي، ولا انت مذيع في قناة الإسماعيلي. كفاية كده يا ميدو.